هذا يستلزم على اتحاد الجزائر العودة بنتيجة إيجابية من ملعب راكني أمام منافس لم يسبق له وأن انهزم فوق أرضية ميدانه. أمل الإربعاء ورغم نقص الخيارات بالنسبة للمدرب سي طاهر شريف الوزاني بغياب 5 عناصر، أراد أشباله نسيان رحلة العلمة في الجولة الماضية وإسعاد هذه الجماهير بتقديم مباراة جميلة وهو ما كان فوق أرضية الميدان. فرص كثيرة لكنها لم تثمر هدفا بالنسبة للتشكيلتين، والبداية كانت عن طريق حسين حروش الذي لم يحسن التسديد في هذه المحاولة ليرد عليه الربيع مفتاح، غير أن كرته جنبت القائم. فرحات هو الآخر حاول بالتسديد والحارس قرا كان في المكان المناسب، وهو حال المحاولة الثانية من نفس المكان يضيع فرحات للمرة الثانية. فلا مفتاح ولا فرحات ولا حتى التسديدات القوية لابن موسى أتت بالجديد، فيما كانت آخر محاولة في هذه المرحلة من يوسف مشنقمة وتسديدته وجدت الحارس زيماموش. في المرحلة الثانية وبعد مرور أقل من دقيقتين، خطأ في وسط الميدان من مشنقمة، جديات أحسن التمرير وجاسم ينفرد بالحارس قارة الذي ارتكب الخطأ في اعتقاد الحكم عبيد شارف الذي أعلن ضربة جزاء لصالح الاتحاد وبطاقة صفراء للحارس قارة. الإعادة تبين أن الحارس قارة لم يرتكب الخطأ، وحيلة أتت بالثمار من الهداف جاسمي الذي تولى التنفيذ وسجل الهدف الأول والأخير في اللقاء. هدف أعطى الأفضلية للاتحاد الذي كاد يضعف النتيجة بفضل رأسية إبراهيم بدبودة، وكذا تسديدة بن موسى التي لم تمر بعيدا عن إطار المرمى. تغييرات المدرب سي طاهر شريف الوزاني لم تأتي بالجديد، وبقي الحال على حاله رغم صعود المدافع شرفاوي ليصبح كرأس حربة بالنسبة لهجوم الأمل الذي ضيع فرصا كثيرة أمام خبرة الحارس زيماموش، لينتهي اللقاء على وقع هدف لصفر لصالح الاتحاد الذي ينفرد بصدارة الترتيب.